طول في المعرض، سواء معارض محلية أو معارض دولية. الحمد لله رب العالمين مشاركين بأكثر من 50 نوع من التمور، ما بين تمور سعودية وتمور مصرية وتمور بالشوكولاتة. الحمد لله رب العالمين إقبال كبير من أول يوم، والناس بفضل الله الحمد لله رب العالمين يعني في إقبال على المنتجات بتاعتنا كبير الحمد لله رب العالمين. مصر بتتميز بإنتاج الصنف الصعيدي اللي هو التمر نصف جاف، وده بينتج في الواحات البحرية تحديدا وفي محافظة الوادي الجديد الداخلة والخارجة وفي منطقة سيوة. دي الأماكن اللي بتنتج صنف الصعيدي في مصر.